من خلال حفل افتراضي أعلنت سامسونج عن سلسلة هواتف النوت 20 جديدة يلي حمل هذا الموسم هاتفين فقط، هن جالكسي نوت 20 ونوت 20 ألترا، بعكس ما تحدثت تسريبات سابقة عن 3 إصدارات. الأمور يلي ركزت عليها سامسونج مع نوت 20 هو تحسينات بالقلم والكاميرا بجانب ميزات تانية. لكن فينا نقول قسم سامسونج جالكسي نوت 20 و 20 ألترا لجزئين، جزء المتعلق بالأداء والقوة وجزء الآخر متعلق بالألعاب، يعني بعبارة أخرى البلاي والورك. الجزء الأول المتعلق بالبلاي هو مرتبط بشاشة بشكل أساسي، فقدمت سامسونج نوت 20 بشاشة بحجم 6.7 إنش، بينما قدمت النوت 20 ألترا بحجم شاشة 6.9. كلا الجهازين بيحملوا شاشة من نوع دايناميك أموليد بمعدل تحديث نسخة الألترا 120 هرتز، بينما نسخة العشرين العادية حملت معدل تحديث هو 60 هرتز. حمل هاتف 20 ألترا معالج سناب دراجون أو معالج الإكسينوس 990، بينما جاء الشقيق الأصغر للنوت 20 نفس المعالج بالضبط. طبعا مسألة البلاي بتحتاج إلى سعة تخزين كبيرة، لأجل هيك قدمت سامسونج مع النوت نسخة النوت 20 ساعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت مع حجم رام 8 جيجا بايت، لكن من دون دعم للبطاقة الذاكرة الخارجية، بينما نسخة ال 20 ألترا قدمتها سامسونج بساعة تخزين داخلية 128 أو 256 أو حتى 512 جيجا بايت. أيضا في عنا نسخة ال 5G يلي حملت فقط ال 128 جيجا بايت كساعة تخزين داخلية مع وجود رام 8 جيجا بايت، وأيضا بيدعم بطاقة الذاكرة الخارجية. انتقالا لجزئية العمل أو الورك، فرح يبلش الحديث عن الكاميرا. النوت 20 بيحمل 3 كاميرات من الخلف رئيسية 12 ميجا بكسل، وبتدعم التركيز التلقائي بحجم فتحة عدسة 1.8، بينما أجا المستشعر الثاني بدقة 64 ميجا بكسل، وأيضا عنده تقريب بصري حتى 3 مرات والتقريب الرقمي التليفوتو حتى 30 مرة. كمان بيدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K، وعنا كاميرا أخيرة بدقة 12 ميجا بكسل بزاوية عريضة أو واسعة، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 10 ميجا بكسل. بالنسبة لنسخة النوت 20 ألترا فتميز بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بكسل، حتى بيدعم أيضا لحتى يدعم صور كتير بدقة عالية وتعطيك صور كتير رائعة، بينما ايضا عندنا كاميرا اضافية بدقة 12 ميجا بكسل مع التقنية دمج البكسل عند ال 24 كي بكل نقطة طبعا. وايضا بتدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 8 كي، وايضا بابعاد سينمائية 21:9. وبتتميز الكاميرا بالتركيز التلقائي والتركيز التلقائي بتقنية الليزر. وايضا الالترا بيتضمن كاميرا اضافية بدقة 12 ميجا بكسل بتدعم التقريب البصري حتى 5 مرات وبتدعم التقريب الديجيتال حتى 50 مرة، بجانب كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجا بكسل. اما الكاميرا الامامية لنسخة ال 20 ألترا فايضا اجت بنفس كاميرا العادية اي بدقة 10 ميجا بكسل. بما انه الحديث عن الورك فاكيد الشيء المهم بالموضوع هو الاسبن او الالم يلي تم ترقيته عن الازارات السابقة، وهم الامور المهمة هي انه استجابة الالم صارت بسرعة 9 ملي بالثانية، يعني اثناء كتابتك هذا الشيء رح يحاكي بشكل كبير وكأنك عم تكتب على ورق بشكل حقيقي. بيدعم جالكسي نوت 20 ألترا تحويل الملاحظات اللي تم تسجيلها الى تنسيقات الاوفيس تبع المايكروسوفت، وايضا في عنده مزامنته مع اجهزة الاخرى عبر سامسونج نوت. وايضا بيدعم القلم او الاسبن المستخدم لحتى يتنقل من الشاشة مع 5 اجراءات، ممكن ترسم شكل عن بعد من الشاشة، او يمكن ايضا بيدعم القلم الرجوع للخلف للصفحة السابقة، بيدعم فتح التطبيقات الحالية والعودة الى الشاشة الرئيسية وغيرها من الاجراءات. طبعا كلا الجهازين بيدعموا مستشعر بصمة اسفل الشاشة هو الالتراسونيك، وايضا تصوير مثل ما قلت لك ال 8K. نسخة ال 20 ألترا النوت بتحمل بطارية بسعة 4500 ملي أمبير، بينما نسخة النوت 20 بتحمل بطارية بسعة 4300 ملي أمبير. فينا نقول أن إصدارات النوت تغيرت كليا مع نسخة النوت 20 الجديدة، إن كان بالتصميم أو حتى بالوظائف الإضافية اللي انضافت للقلم، وأيضا بمعدل تحديث الشاشة. هيدا كان وبشكل سريع أهم الميزات والمواصفات لجهاز جالكسي نوت 20 ونوت 20 ألترا من سامسونج يلي تم الإعلان عنهم بالحدث يوم 5 آب الحالي. أنا محمد، بشوفكم بحلقات جديدة قريبا، إلى اللقاء.